رجعنا لكم تاني بحلقة فيها أهم وآخر الأخبار الفنية اللي حصلت اليومين اللي فاتوا. خليكم معي. بعد جهود كبيرة جدا من فريق عمل ليالي الحلمية الجزء السادس، وافقت الفنانة إلهام شاهين إنها ترجع تاني عن اعتذارها عن المسلسل وتقدم دور زهرة إهاني مرة تانية. الحقيقة إلهام شاهين كانت اعتذرت عن دورها في المسلسل بعد وفاة المرحوم ممدوح عبد العليم، لأنها رفضت إن أي ممثل تاني يقوم بدوره. فريق العمل أكدوا لها إن هو علي البدري هيموت في الحلقة الأولى من المسلسل، وعلى شرط ده وافقت إلهام شاهين إنها ترجع تاني المسلسل. تحذير شديد اللهجة وجهته نقابة الموسيقيين للفنانة دولي شاهين، والسبب في ده ان ارتدائها ملابس جريئة جدا في حفلاتها الغنائية. الحقيقة نقابة الموسيقيين وجهت التحذير اكتر من مرة لدولي، لكن هي كانت مصممة على ارتداء نفس الملابس بنفس المستوى. المرة الجاية نقابة الموسيقيين قالت لها ان في حالة تكرار الامر انها تمنحها تماما من الغناء في مصر. وعدت والدة الموزع فهد الفنانة أنغام في حالة حضورها الكويت لإحياء حفل هلا فبراير المفترض أن يكون يوم 12 الجاري، أنها يتم القبض عليها وتنفيذ الحكم القضائي الصادر من المحاكم الكويتية. الحقيقة الفنانة أنغام تجاهلت كل ده وقالت أنها مصممة على إحياء الحفل ومصممة على الوقوف أمام الجمهور الكويتي اللي هو وحشها. جدة عبد الرحمن قالت انها من حقها تشوف حفيدها اللي بقى لها حوالي 8 سنين ما شافتوش، وانها ابنها بيتكفل بكامل طلبات ابنه وبينفق عليه 200 دينار كويتي، على الرغم ان الحكم الصادر في صالح الفنانة انغام للنفقة لا يتجاوز 200 جنيه فقط. واضح ان الاسبوع اللي فات ما كانش اسبوع الحظ بالنسبة للفنان عمرو مصطفى، هو اتعرض الحقيقة لمشكلتين فنيتين. المشكلة الأولى كانت بعد تصريحات الفنانة شيرين في برنامج متاهة للإعلامية وفاء الكيلاني، لما قالت إن صوت عمرو مصطفى مش حلو. الحقيقة هو التصريح ده استفزه جدا، وقال إن شيرين يعني نسيت تاريخ وإن أنا أقدم منها، أنا بلحن من 17 سنة وإن هي لسه فنانة من 10 سنين بس، وإن نصر محروس ترجاني إن أنا ألحن لها. كمان عمرو مصطفى قال ان هو لازم الفن محتاج ولاد اصول علشان ان هما يبقوا قدوه للناس ويشكلوا وعي الناس. الحقيقه انا شايف ان هو ما كانش موفق خالص في تصريحاته وهجومه على الفنانه شيرين، يعني هي لو كانت هجمت اداؤه او صوته كان مفترض ان هو يتعامل معها بشكل مهني فقط. على مستوى تاني عمرو مصطفى صرح لنا في باباراتزي ان هو شايف ان كليب القاهرة للفنان عمرو دياب والنجم محمد منير ان هو ضعيف على المستوى الفني سواء من ناحية الاخراج او التصوير او الغناء. بعد كده تراجع تاني عمرو مصطفى وتراجع في تصريحاته وشكر في الكليب، واضح ان هو مش عايز يعني عمرو دياب ومحمد منير يزعلوا منه. التصريح صادم تاني، هو قاله قال انا مليش اي اصدقاء من الوسط الفني، وانا شايف ان هو ما كانش موفق في تصريحه. حابين نطمنكم ان الحالة الصحية بتاعت الفنان نادر ابو الليف بدأت في التحسن الطفيف، وده بناء على تصريحات خدناها من ورد الشام زوجة الفنان. الحقيقة ورد حكت لباباراتزي التعب بتاع نادر ابو الليف، وزي ان هما كانوا فاكرينه في الاول دور برد، لكن لقوا ان هو الحرارة بتزيد وان مفيش اي تحسن، وعشان كده اتنقل للعناية المركزة. ورد الشام حبت انها تشكر هاني شاكر من خلال باباراتزي، وقالت ان هو واقف جنبهم جدا وان هو بيتصل بيها يعني في اليوم اكتر من مرة، وان هو تكفل بعلاجه على نفقته الخاصة. تصريحات خاصة للفنانة الشابة شيري عادل لباباراتزي، قالت انها بتخاف جدا من تقديم ادوار الشر لانها بتخاف ان الجمهور يكره الشخصية ويكرهها، وعلى الرغم من كده انها برضو حريصة على التنوع في ادوارها علشان ما تبقاش دايما في قالب الفتاة الرومانسية الرقيقة. شيري قالت انها بتفضل البطولة الجماعية وانها ما بتسعاش خالص انها تقوم ببطولة مطلقة في عمل لانها لسه بتتلمس طريقها في الفن. وعن الإغراء شيري قالت إنها يعني مش ممثلة إغراء أبدا، وإنها عمرها ما هتفكر تقدم هذه النوعية من الأدوار، وإن كانت بتحترم جدا زميلاتها اللي بيقدموا هذه النوعية من الأدوار. في
الذكرى 20 لوفاة الفنان الجميل عادل أدهم، اتكلمنا في فرادي مع لمياء الصحراوي زوجة الفنان الراحل، وحكت لمياء قصة زواجهم وازاي انها اتعرفت عليه وعمرها 17 سنة بس، وانها حبته من اول ما شافته، وانها يعني عاشوا مع بعض 15 سنة من الحب. لمياء الحقيقة قالت انها زعلانة جدا من ان الدولة لم تكرم الفنان عادل أدهم، وانه مفيش اي ممثل تاني في مصر عارف ان هو ياخد مكانه. من ظهر الرجل هو احدث الافلام السينمائيه للفنانه ياسمين رئيس. اتكلمنا مع ياسمين عن دورها في الفيلم والهجوم اللي تعرضت ليه من خلال الفيلم، وده بسبب تقديم بعض المشاهد الجريئه. لهي ياسمين نفت ان تكون المشاهد دي مش موظفه دراميا في العمل، وقالت انها ما بتقدمش ادوار الاغراء لكن كان الدور بيتطلب ده. ياسمين كمان قالت انها سعيده جدا بتفهم زوجها المخرج هادي الباجوري عن تربيه عملها الفني، وازاي انها بيقف جنبها وبيشجعها دايما. كمان قالت انها سعيده جدا بالوقوف امام ممثل كبير جدا زي محمود حميده في الفيلم. الحقيقه الفنان احمد بدير اعرب عن دهشته وانزعاجه الشديد جدا من موقف اهل السويس منه، لأن كان مفترض أحمد بدير يقدم على مسرح قصر الثقافة هناك مسرحية غيبوبة، لكن الحقيقة أهل السويس رفضوا تقديم المسرحية وطلبوا من المحافظ منع عرض المسرحية. أحمد بدير شايف الحقيقة أن مفيش أي مبرر لده، خاصة أن المسرحية بتكرم شهداء الثورة وأنها مع الثورة. كمان هو قال أن هو بيرجع السبب في ده لبعض العاملين في قصر الثقافة اللي كانوا ضد عرض المسرحية هناك. صراع العروش هو مسلسل أجنبي حقق نسبة مشاهدة عالية جدا السنة اللي فاتت، حقق 14.4 مليون داونلود في العام الواحد، ده بخلاف عرضه على قناة HBO. الحقيقة أنا ما شفتش المسلسل بيعرض على أي قناة فضائية عربية، وبرغم كده أن هو يعني حقق برضو مشاهدة في العالم العربي عن طريق اليوتيوب والأونلاين. المسلسل مقتبس من رواية أغنية من ثلج ونار للكاتب الأمريكي جورج آر آر مارتن، ومن المنتظر أنه يتم تحويله لفيلم سينمائي قريب. أشوفك على خير الأسبوع الجاي إن شاء الله.